ومن لقائنا بالشيخ حميد الرويتعي شيخ الرواتعة أهالي جبل إدقس. هناك تنظيمات كثيرة في الماضي لدى هذه القبيلة تعتبر الآن سجل تاريخي، ومنها التنظيمات تنظيمهم في توزيع القمح بعد الحصاد، وذكر لنا هذه المعلومة الجميلة عن ذلك التنظيم والتي تستحق أن تذكر فتشكر. حياك الله دكتور، الله يحييك يا دكتور، حيا الله أبو عبد الملك، حيا الله كم قطيبة حقيقة شرفونا وتسلقهم اليوم لأعلى قمة في جبل إدقس، والله شرفونا جزاهم الله خير. نعم، وهذه كسبتهم اطلاع على الديرة واطلاع على سعة الأرض وعلى مواثرها وعلى جوها، وجزاهم الله خير، وإن شاء الله أنها ما تكون الزيارة الأخيرة. نتمنى منهم إن شاء الله أن تكون الزيارات مترددة بوجودك إن شاء الله، وجودك وكلك، وبيض الله وجيك وكل أبوكم. كان قطيبة هو منتدى المدينة للنباتات، ما خليت ولا نبات عندنا في جبل إدقس إلا عرفت عليه يا أبو عبد الملك. نعم، وهذا من حرصك، والتعريف من عندك الله يحفظك، من حرصك ومن وفاك، أنت حرصت على 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 المسميات، حرصت على تصويره، جزاك الله خير. أما بالنسبة جبل إدقس، جبل إدقس يضم آلاف المدرجات الزراعية سابقا، وكان الحمد لله الآن حنا فرغد عيش بفضل الله ثم في حكم ولاة أمرنا من عبد العزيز، الله يغفر لي لأبنائه، الله يغفر لي اللي مات ويبقي للحي، والحمد لله اليوم يوم سعيد، اليوم هو اليوم الوطني لنا كل بونا، فرحتنا كل بونا، يا اليوم الوطني 92 لا والحمد لله يا اليوم حنا كانوا جدان الله يغفر لهم من البركة، تدري كانوا يزرعون على الزمل وينثرون حبة قبل المطر، ولا هذا حد يصدق الكلام ذا؟ ينثرون الحب في بلدانهم وينثرون سبحان الله، ولا ينتهون إلا المزن قايم والخيار قايم، وربك سبحانه وتعالى يكرمهم ويكرم بلدانهم، لأن كان جبل إدقس سلة غذائية لقبائل العوف المحيطة بجبل إدقس، شفت؟ فمن البركة اللي كانوا يعملونها لما يحصدون الحصاد يعد را صاحب 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 الحصاد يعد 10 أصواع، 1 2 3 4 5 لحدود 9، هذه له هو صاحب الملك، العاشر هذه زكاة لفلان، 11 هذه لفلان المستحق، 12 لهذه لا 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 للأرملة والمستحقين، يعني 3 أصواع ذي منها الزكاة ومنها سبحان الله، والله سبحانه وتعالى يجيب لهم يستجيب لهم ويلطف بهم، شفت؟ لأنهم ناس حقيقة نياتهم زينة، وكانوا يلطفون، الناس كانت مجاعة ولا ينزجوا يطلعون وقت الصيام عند عوف هنية عندنا في جبل إدقس، ولا ينزلون إلا محملين من البر ومن الخيرات، فكان جبل إدقس مبارك، جبل مبارك، وكانوا يسموه جبل إدقس الخضر، قدس الأخضر، والحمد لله، وليها الحد الآن موجود الحمد لله المدرجات، والآن يعتبر من المناطق الصيفية، المناطق على المطلع السياحية في الصيف، فنتمنى لكم التوفيق.